السلام عليكم. التدريب مهم جدا عشان تحس بالإيقاع الداخلي ليك كممثل، وإيقاع الزمن، وكل أنواع الإيقاع اللي ممكن تتخيلها. هو نفس التدريب مهم جدا لزيادة التركيز عندك. عشان تنمي عندك قدراتك كممثل لازم التركيز عندك يكون عالي، إيقاعك يكون عالي، وبتحس جدا موضوع الإيقاع. التدريب هو إنك تقفل عينك، تسكت خالص، تسمع كل الأصوات اللي حواليك. أنا دلوقتي سامع صوت العربيات اللي ماشية، سامع صوت الشخص اللي بيتكلم، سامع صوت الهواء والرياح، سامع دلوقتي عربية بتعمل كلاكس. حاول كل ما تبعد أكتر للاتجاهات كل ما ده بيزيد عندك قدرة ان انت تحس اكتر، بيزيد عندك قدرة ان انت تحس بايقاعك اكتر، الايقاع الزمني، الايقاع الداخلي، ايقاعك انت كممثل. مهم جدا التدريب ده يزود عندك التركيز، ان انت بتقفل عينك وبتسرح لابعد درجة ممكنة وبتسمع، تسكت خالص، تسمع. اعمل ده لمدة 10 دقايق، ربع ساعة، ايا ما يكن. المهم ان انت تعمل ده بشكل دايم، هيفرق معاك جدا 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 لو عملته فعلا وانت مركز. تدريب مهم لأبعد درجة ممكنة، لو عملته صح هيفرق معاك جدا جدا جدا. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.